مرحبا بكم في قناتكم ستيتش. رجعنا لكم بفيديو جديد ولعبة ماينكرافت، وهي الحلقة الثالثة من هاي السلسلة. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، ولا تنسوا تتابعونا على حساباتنا تلوون تحت بالدسكريبشن. وهلا ليتس جو. اول شي راح ننام لانه ليل الليل علينا، راح ننام بعدين راح نبلش شغل نبني يعني البيت تبعنا. شو هذا نايم وهاي عنده درج بالإيد. أول شيء راح أشوف شو عندي من الأشياء لنبني البيت. أوكي، عندي الخشب الداكن والفاتح عندي بس شوي. لا لا، دايما في مشكلة بالسلم دايما. ما راح اطلع خلص. شو هاد؟ اوكي راح اخذ هاد. هلا راح نبلش. يلا يلا يلا. هون راح يكون، لا لا اوكي، هون بيكون الاتجاه تبع الباب تبعنا. ما بعرف اذا كان هيك. لا مو اوكي، واحد اثنين ثلاث هون. واحد اثنين ثلاث هيك. ايه هيك. لا مو هاد. دقيقة 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 دقيقة. لك شو هاد عملته. سبعة من هون، واحد اثنين ثلاثة هون وهون. بعدين راح نعمل الارتفاع تبعه ثلاثة. بعدين ما بعرف شو راح نعمل. هلا دقيقة بس، ما بعرف وين اي اتجاه من هون الباب. ما عندي هذا الفاتح. اوكي يعني صارت هيك بس. راح انزل. وهيك صار شكل البيت. ما ايه راح نعمل هاي. اوكي تعملت من هون ومن هون ومن هونيك كمان. هيك بالاخير صار شكل البيت يعني مقدم يعني بالبداية بس. هلأ دقيقة بس، هلأ هون راح نعمل الطابق الثاني. هي راح تعمل الطابق الثاني وأنا راح أعمل هون هاد هون، يعني راح أحفره وأحط البلوكات. لا شو خلاص، اصلا انا خلصت الحفر. راح اعمل هاد الواح خشب البلوطة هون. بس ما بعرف اي اتجاه. ايه هاد هاد. بعمل ما
ما عندنا زجاج. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. هلا راح نصعد نساعدها. لك نسيت حتى التخطيط تبعه كيف. ايه هذا هو هيك. اتجاه صحيح، من هون راح نعملها زجاج ومن هوني كمان راح نرجع للبيت لحتى نعمل لحتى نجيب زجاج ونشي. اوكي وهون رجعنا للبيت لحتى نجيب الزجاج تبعنا لحتى نصنع البيت، نكمل البيت. شكله ما بتكفي 58، جيبي معك من فوق انتي زجاج. اوكي اوكي هون طبخنا شوي كمان. اوكي اوكي في هون. يلي ما شاف الحلقة الثانية يلي جمعنا فيها الموارد يروح هلأ راح يلقاها يعني بالسلسلة تبع ماينكرافت. اوكي ليل علينا الليل بس كيف صح راح نعمل. اوكي اوكي معليش. هذا هو البيت من بعيد. يلا يلا بسر. اوكي هون هي عم تنتظرني. اوكي هون هون في زجاج وهون في زجاج. خلاص بعطيك او لا. اوكي مثل ما بدك. لا ما تضرب. اوكي اوكي رايح انا راح ننام بعدين راح نكفي شغلنا بالبيت. لا لا كريبر كريبر يا الله كريبر. هون هون بيت. يلا تعي انتي صحي صحي الباب. اوكي لا انفجر انفجر الكريبر قدام باب البيت. يلا ناموا. اوكي هلا اجى الصبح. شوف شو عمل الكريبر الحقير. بس معلش صار بيتنا بدون باب. هلا راح نروح لهداك البيت بسرعة. يلا يلا اوكي اوكي جوعان اللعب تبعنا. اوكي هلا ان شاء الله يسرع شوي. لا 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 كريبر الله يلعنك يا ندل. اي كمان كريبر هون انتبه لا يفجرنا بيتنا. بعد بعد لا لا حقير. هلا راح نكفي شغلنا بالبيت تبعنا. اوكي هون كملنا. في هون لما ضربتني اختي لحتى ننام لانه انا نسيت انه لازم ننام لحتى ما يجينا الزومبي والكريبر. اوكي كملنا شغلنا تحت. لا 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 اوكي راح اشوف من البيت. هون صنعوا الدرج. اوكي كتير حلو. هون عملنا هاد الغامق شوي وهون الفاتح. اوكي لا 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 يعني في درج ليش. يلا يلا اوكي هاد البيت راح نكمل هون كمان. لا ليش كسرته ليش ما بعرف اذا عدلوا الجهة الثانية او لا.
طيب بس لا انزل من هون وروح شوف الجهة الثانية، اكيد تمو ايه هيك صار. هلأ راح نكفي شغلنا كمان بالبيت. هلأ راح نصنع اول شي، راح نصنع الباكيت تبع الماء لحتى يصير عندنا مسبح صغير هيك بس ديكور للبيت. راح ننتظره، ما دام ننتظر راح نصنع اول شي الباب تبعنا. اوكي هيك، لا مو ثلاثة معلش، شو راح هاد هون وهاد هون، جبنا معنا السرير لحتى ما نظل رايحين جايين رايحين جايين. ان شاء الله يزبط معنا الباب بس دقيقة. ها هيك، لا مو هيك مو هيك، مو بينفتح الباب هيك. ليش انفتح هيك؟ دقيقة. ايه هيك هيك وهيك. اوكي بعد ما عملنا هذا الشي هلأ راح نسكر هاد من هون. أول ليلة عدنا بهذا البيت. لا كيف هيك، هاي بتنكسر هون ما بعرف شكله. صنع ال راح أصنع الباكيت، باكيت تبع المي لحتى نجيب مي. أوكي هذا الباكيت ما بعرف ليش صنعت ثلاثة، بس شو راح نعمل هلا؟ هاي اوكي كملنا شغلنا هون، راح ارجع هدول لمكانهم الصحيح. بس هاي ليش هيك؟ لا لا راح كسرها. مو بعرف اذا جبت معي حجارة او لا. ايه مين فيكم جاب معه حجارة؟ من هون ونزل تريك تريك تريك. لا بس هاد لونه مختلف او لا ما بعرف ما بعرف. لا لا هي هي حجارة 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 حجارة. كمان 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 كمان. روحي شوفي شغلك هلا. لا اخذت الحجارة اخذت الحجارة لك ما. يلا واطي تعي 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 لهون. هاي بكسر هاي او لا؟ هاي هون حجارة هون هون هون، ما بعرف اذا هون راح نحط او لا. هاي هاي عم بتسبح، هاي الصديقة الحقيرة. راح احط هذا من هون. اوكي اوكي واو. لا هلا هلا ما لحتى شفت. واو واو والله اصدقاء اسطوريين، يعني كثير كثير ساعدوني بتصميم هذا البيت، يعني هن عملوا هاد وهاد وعملوا يعني كثير اشياء. واو
لك شوفوا بالله عليكم ما بتجنن يعني. شوف اوكي راح اشوف شو عنده تغييرات ثانية يعني بالبيت هون يعني وين احنا ما في شيء هون. اوكي هون المستودع شو عم تعملي انت 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 واو واو هون الصناديق وهون الافران. اوكي اوكي هون بعدي لك بعدي لحتى ورجيون هون الافران العاديه وهون الفرن الكلاسيكي. والله والله تعبوا الاصدقاء شكرا كثير للاصدقاء يعني يلي ساعدوني اصدقاء الاسطوريين. هلا راح ورجيكم البيت من برا. اوكي هيك وهيك لا لا هي بس هيك هاد هو البيت وهاد هو بيتنا. بعرف اني طولت معكم كثير بهذا الفيديو. قبل ما نختم هاي الحلقه لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب ولا تنسوا تتابعونا على حساباتنا تلاقوهم تحت بالديسكربشن. وهلا باي. عملنا تظبيطات بسيطه برك بس بالبيت هاي عم تصبح. عملنا هالزهور بوكي ورد هون وهون. هدول حبناهم من عند القرويين ضفنا هدول على فكره هاد وهاد السياج. غيرنا هاد كان هون سبابات عملنا ونتيات وهون هيك صار. انتي بس ليش عملين؟ اوكي يا بس اوكي هون عملوا الاصدقاء مستودع يعني يعرفونا بالمكان. عملنا تغييرات بسيطة هون صاروا هيك الصناديق وهيك وهون ضفنا طاولة العمل لحتى نصنع اشياء جديدة وهيك بس. وهي قاعدة عم تاكل هيك دقيقة هيك وهاد هاد بس شفنا. بس فكرة حلوة كثير هاي تبع المستودع هون بس الخط مو مبين. وهون وين النوم وهون وهون وهاي الاشياء واو واو واو. اكتبوا لنا بالتعليقات اذا عجبكم الفيديو او لا.